أنا اسمي شيماء إبراهيم. عايزة أقولكوا على حاجة. كلنا زمان عارفين قصة شهيرة قوي، يعني بنحكيها دايما للأطفال الصغيرين، هي علاء الدين والمصباح أو علاء الدين والفانوس. معرفش ليه كان دايما الحل، يعني إنه علاء الدين أول ما يقابل مشكلة يدعك الفانوس يطلع له العفريت أو الجن يحل له المشاكل والموضوع بينتهي على كده. الحقيقة أنا ما لقيتش علاء خالص، وما شفتش فوانيس ولا عفاريت، مش عشان انا مش شايفاهم، لا ما تروحوش بنخكم بعيد، بس عشان هم مش موجودين فعلا. مش موجودين ليه؟ لانه الحياه كده فعلا ما هياش بنفس السهوله بتاعه انه الاقي عفريت او الاقي جني يحل لي كل مشاكلي. انا رقم 2 في اخواتي، واول ما جيت للدنيا كانت صدمة حقيقية، أول صدمة ياخدوها أهلي في عمرهم، وجود بيتعاملوا لأول مرة مع حد طفل ما بيشوفش. إحنا كمان بنتكلم مش من 10 سنين فاتوا، في وقت كانت الناس يعني بدأت شوية تاخد بالها من وجود الأشخاص المعاقين وأهمية التسليط الضوء عليهم، ولا الكلام ده خالص. لأ يعني لو كلمنا مثلا بنتكلم مش أقل يعني مثلا من 25-30 سنة بيتكلم في الكلام ده، الكلام ده كان لسه مفيش فيه قوي. طيب الحمد لله على كل شيء، أهو نتكيف مع الوضع، وبعد 2-3 سنين إذا بالصدمة التانية، نفس الكيس ونفس الحالة بس في صورة ولد. طبعا صدمة تانية، ويعني وصحيح فعلا بدات يعني اهلي ابويا وامي يتكيفوا ويتاقلموا مع الوضع. انا طفولتي كانت طفوله شويه منعزله، لحكم طبيعه ان مامتي كانت بتشتغل وبابا كان بيشتغل، واخويا الكبير هو اكبر مني برضو ب3-4 سنين، فعادي يعني هو برضو بقى له صحابه وكده. لحد ما انا بدات اكبر شويه بقى عندي حوالي 5-6 سنين. طب ايه بقى؟ بسمع بقى كل شويه اخويا الكبير المدرسه رايح جاي، عايز مش عارفه يعني حاجات معينه في المدرسه بيودوه بيجيبوه. طب وانا يعني امتى بقى هبقى عامله زي ده واخرج واروح وابقى ليا اصحابي والكلام ده كله؟ كان في نفس الوقت الناحيه الثانيه ام محتاسه ومحتاره، الناس دي تتعلم تتعلمش، هو ديهم فين؟ هنعمل لهم ايه؟ وتسمع كلام بقى من عينه يا شيخ سيبيهم في البيت، يعني المنفتحين كانوا فلحوا قوي، يا شيخ عاديهم خلاص، كلام من العينه دي. لكن هي يعني عشان هي ام وعشان هي صاحبه فطره طبيعيه ربنا خلقها بيها ما استسلمتش للوضع. والحقيقه يعني هي مش بس قعدت تدور على الناس دي، يعني ربنا هداها انها تروح تدور في وزاره التربيه والتعليم، ودور كان فيه على المدارس الخاصه بالمعاقين وما الى ذلك، لحد ما ربنا هداها للمدرسه. المشكله ان المدرسه كانت فين بقى؟ انا ساكنه في المعادي، والمدرسه كانت في مهندسين، وده معناه حاجه دراميه جدا لانها كانت شغلها في المعادي، تروح كل يوم المعادي المهندسين المهندسين للمعادي، وبعدين تروح تاني الظهر برضه المعادي المهندسين وترجع. لظروف طبعا البيت، انا اضطريت في الاول اول كام سنه قبل ما اخويا يجوين نفس المدرسه يعني ان انا اكون ابات في المدرسه داخلي، ان انا ابات هناك واروح بس خميس وجمعه. عايزه احكي لكم ده، انا من اول ما روحت المدرسه كنت مبسوطه جدا بالعالم الجديد، بالناس الكتير اللي بدات اعرفهم، مش كتير قوي بس بدا على الاقل اكتر من نطاق الاسره والعيله. من المواقف الطريفة اللي أنا أفتكرها يعني جارتي، حتى جارتنا حكيت لي عليها زمان، إنه أنا كنت مبسوطة جدا لما رحت. طبيعي أي طفل يعني بيروح لأول مرة بيعيط بقى وماما وكده. عايزة أقول لكم يعني إن ماما هي اللي لما رجعت قعدت تعيط وأنا ما عيطتش. أنا ما عيطتش، كنت مبسوطة جدا بالعالم الجديد والمدرسة الجديدة اللي أنا بقيت فيها. بعد شوية يمكن لما كبرت بقى بدأت أحس شوية إنه لا يعني مش ده البيئة اللي أنا كنت يعني أحب إن أنا أبقى فيها. ليه؟
المدرسة كانت بالنسبة لي هي مكان الدراسة ومكان الأكل والشرب ومكان النوم، قمة الانعزال، الانعزال في أسوأ صوره. يعني فجأة تحسوا كده أن أنا بقيت يعني نبات من نبات الصوبة، يعني اللي هو إيه، كل حاجة متيسرة والبيئة كلها مجهزة بالشكل اللي يخليني حاضر يا حبيبتي، أنت المفروض منك تنجحي، حاضر لازم يعني مدرسة ماشي، تاكلي وتشربي كل حاجة، بس بيئة منعزلة جدا. ومع ذلك تنيتني مكملة الحمد لله، كنت شاطرة جدا في المدرسة، ماما كانت دايما تشجعني ودايما كان عندها رغبة دايما ان انا لازم اطلع الاولى، ما ينفعش ما اطلعش الاولى. اتريا يا عيني كان جواها بقى هي يعني حلم او تحدي خدته من اول يوم، قالت لهم انا هودي ولادي الجامعة وانا هعلمهم. فطول الوقت وهي عندها الامل والاحساس انه لا يعني انتوا هتستهبلوا بقى ولا ايه، لازم تشتغلوا على نفسكم وتذاكروا عشان خاطر تطلعوا الاولى. المهم انه الحمد لله انا كنت شاطره في المدرسه، وبعد ما خلصت المدرسه كان نفسي جدا ادخل كليه اعلام. وزي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي على مشاكل التعليم والذكاء وغيره، انا ضاعت مني كليه الاعلام على درجه في المية، درجتين في المية، والألسن على درجة في المية. حتى بقى عيط، طب بعدين هروح أعمل إيه دلوقتي؟ هروح كده أي حاجة وخلاص؟ حد ما دخلت أدب إنجليش، يعني كان شيء ريوردينج شوية مختلف عن بقية الأقسام اللي بيدخلوها الناس، لأن طبعا إحنا اللي ما يعرفش إن في كليات كتير قوي ممنوع إن المكفين يدخلوها أصلا في مصر، فما كانش عندي اختيارات كتير. دخلت أدب إنجليش وكان اول احتكاك حقيقي بقى ليا بالواقع بمعنى الكلمه. خلاص خرجت بره الصوبه وبقيت في العالم الحقيقي، رحت جامعه القاهره والظروف شبيهه برضو، اضطريت ان انا اقعد في مدينه جامعيه، والمدينه الجامعيه اللي ما يعرفش مدينه الجامعيه بتاعت البنات بعد ميدان الجيزه كده بشويه، مش اللي هي قصاد الجامعه على طول، فده معناه ان انا كان لازم برضه اروح بمواصلات واجي بمواصلات، بس انا اخترت ده ليه المره دي؟ لانه كان اقرب، ولانه مواعيد الجامعه بتختلف، فالنهارده عندي من 10 بكره 12 مش عارف ايه، المهم يعني انه كان لازم اكون في مكان اقرب يكون اسرع في الحركه. الجامعه كان مشكلتها انه ده اول احتكاك حقيقي بقى زي ما بقول لكم بالعالم، الناس بقى اللي ما تعرفنيش واللي عمرهم ما شافوا حد معاق في حياتهم، والدكاتره اللي مش عايزين يساعدوني او اللي منهم عايز يساعد بس في خايف، حتى بيجيبوا لنا الناس ساعات يكتبوا لنا في الامتحانات، كانت مأساة. يعني انا من المواقف اللي اذكرها مثلا كان عندي مره امتحان وكانوا جايبين لي واحده تكتب لي، كان حاجه امتحان علم نفس حاجه كده، فبعدين كان في رمضان، فانا ببراءه شديده جدا بقول لها، بتقول لي ايه انت مذاكره بقى ولا تضيعي لنا الوقت؟ مش قادره اقول لكم يا جماعه، يعني حسيت اللي هو يعني تون رايه وسكينه يعني مش قادره. قلت لها طيب ان شاء الله مذاكره يعني، قالت لي طيب يلا عشان احنا خلص ونروح. تخيلوا يعني انتوا بتبص في التنشن ده كله واحد بيقولها كده. وبعدين قلت لها ليه؟ ببراءه برضه، مصره على البراءه، وحضرتك ساكنه فين؟ قالت لي انا ساكنه في امبابه. قلت لها يا ده انا ساكنه في المعادي. قالت لي ايوه بس انا هروح اطبخ، انت هتروحي تطبخي؟ بعد شويه ده كان بس يعني ده ناهيكوا بقى عن طبعا عن صعوبات ان انا اروح الجامعه كل يوم، ناهيكوا عن صعوبات مثلا زي انه نسجل المحاضرات وما تنفعش المحاضرات تتسجل تبوظ لاي سبب من الاسباب، ناهيكوا عن اصحابي اللي قرروا مره ما يروحوش الجامعه في يوم انا كنت محتاجه اروحه جدا عشان خاطر في محاضرات كتير كانت الدنيا بتمطر، وقرروا يا سيخه بقى يعني ما حدش هيروح يا شيماء مش مشكله والدكاتره مش هيجوا. انا قررت ان انا اروح، ودي فرصه اقول لكم برضو ان اللي عايز يعمل حاجه بيعملها على فكره. المهم رحت الجامعه، حتى ادور بقى على اي حد، واحده خارجه حتى لو كانوا رايحين قصر عيني مش مهم، يوصلوني في اقرب حته حد يسلم حد، لحد ما وصلت الجامعه ودخلت وحضرت، والدكاتره كلهم جم في اليوم ده، طلعت بقى بكل الفرحه اللي جوايا والشماته الصراحه، رجعت رجعت ليهم عشان اقول لهم على فكره هم جم كلهم. معقوله جم كلهم؟ تخيلوا. وعدت الايام وخرجت الجامعه، وبعدين بقى نعمل ايه؟
بديهي اي حد طبيعي. بس انا برضه ساعات بفكر افكار غريبه قوي، يعني مش في المجتمع للاسف، محتاجين نشتغل عليها شويه. عادي بقى انا بفكر زي اي حد عايز اشتغل. طبعا انه المعوقين يشتغلوا ما زالت قضيه كبيره جدا لحد دلوقتي. فلقيت نفسي بحلم احلام غريبه قوي، ازاي دي عده تشتغل اصلا؟ رحت بقى قعدت ادور برضو انا ومامتي. بالمناسبه انا عايزه احيي ماما جدا على فكره، لان الست دي لانه هي كان ليها دور مهم في حياتي كبير، وكان مازال طبعا ربنا يخليها لي يا رب ويديها صحه. رحت بعد كده ادور على شغل، طبعا الناس ما رديوش كتير بقى، اللي يقول لي حبيبتي على المدارس بتاعتك خليهم يشوفوا لك شغله، واللي تقول لي يهرب مني. كده مظبوط؟ اوكي. واللي ما يرضاش يهرب ويهربوا مني وما يرضوش اصلا يقابلونا. خلاص قررت بقى، وعياط عياط فعلا، يعني ايه يعني خلاص بقى انا استنى موتي، يعني ايه خلاص كده الحياه انتهت، وعياط بقى يا جماعه، ومفيش اكل وبطل اكل واكتئاب حقيقي. يعني كل الناس بتروح شغلها وانا الوحيده اللي قاعده في البيت ما بعملش حاجه وخلاص. لحد ما بدا يعني ينتشر شويه في حياه المكفوفين استخدام الكمبيوتر. واللي ما يعرفش يا جماعه الكمبيوتر المكفوفين بيستخدموه، بيستخدموه من خلال برامج قراءه شاشه بتقرا لهم كل حاجه. الله ايه ده، دي حاجه حلوه قوي. طب ده ممكن نعمل بيه ايه ده؟ قعدت ادور طب اجيبه ازاي؟ اول كمبيوتر جبته في حياتي كان ب 3000 جنيه، وساعتها ده كان مبلغ محترم. قعدت ادور ساعتها يعني مش دلوقتي. قعدت ادور على كل حاجه بقى، فلوس بحوشها من العاديه، على مش عارف كان فلوس من ايام الجامعه، واجيب من هنا واجيب من هناك، ماما تديني برده مش عارفه قد كذا، لحد ما جبته. يا جماعه الموضوع كان بالنسبه لي بقى اتشيفمنت. يعني بدات اتعلم الكمبيوتر وصاحب ناس عندهم برضو نفس الاعاقه، يمكن سابقيني كانوا شويه، وبدات اتعلم من خلالهم من خلال غيرهم الكمبيوتر على الانترنت وانا في البيت. اتعلمت ولعبت ودخلت على الانترنت، بدات اتكلم في سكايب واتعرف على اصحاب، والصحاب يعرفوا اصحاب، وهكذا لحد ما بقيت الموضوع لطيف. ورجع السؤال تاني، وبعدين اعمل ايه بقى يعني؟ خلاص يعني خلصنا يعني انسوت يعني انا هداني بقى قاعده كده قدام الكمبيوتر طول النهار والليل. فجي سؤال، لحد ما فتره من الفترات واحده كنت اعرفها من ضمن بقى الناس اللي انا عرفتهم على عن طريق الانترنت، وطبعا يعني كانت معرفه موظفه اكيد مش اي حد وخلاص، يعني كانت هي ست بتشتغل في جمعيه خاصه بالمعاقين بصريا في رام الله، وقالت لي طب بصي احنا عندنا حاجات كتير بنعوز ترجمه، طب تقدري تترجمي لنا ونحاسبك يعني. قلت لها حاضر ماشي، وترجمت والشغل عجبهم جدا، وكانت الفلوس رغم ان كانت قليله ساعتها، بس يعني I was so happy انه اول مره اشتغل يا جماعه، يعني ده achievement يعني. عجبني الموضوع، وبدات ان انا ادور على طب الموضوع حلو اهو، خلاص انا بدات ادرس بقى. درست في الاي يو سي، عملت ترانسليشن وبروفيشنال سيرتيفيكتس في الترانسليشن كلها، ليجل ترانسليشن، يو ان، حاجات كده. خلاص طالما الناس مش مقتنعه بيا انا اشتغل من وراء القضبان من هذا في البيت، ومحدش عارف بقى مين ايه، وخلاص وانا هديهم الشغل وخلاص. المهم انه فعلا بدات اعمل كده، وبدا يجي لي شغل وما يجيليش، ويعني مشي الحال. وبعدين بقى نعمل ايه دلوقتي؟ يعني يعني في حاجه كده، يعني مش هسكت بقى، ما فيش امل يعني، لازم فيه. وبعدين اوكي ما عنديش شغل كتير، ساعات بيجي وساعات ما بيجيش عشان الفريلانسنج طبيعته كده. المهم عن طريق واحده صاحبتي عرفت شركه من شركات الانترنت في مصر، اشتغلت عندهم قعدت حوالي تقريبا 3 سنين ونص. كنت بشتغل في الماركتنج، وكان في بدايات حاجه اسمها الديجيتال ماركتنج، حاجه دلوقتي بقت بوم والناس كلها بتتكلم عليها، الكلام ده احنا بنتكلم عليه في 2008 مثلا. عجبني جدا الموضوع وبدات اشتغل، وهو قال لي ساعتها اشتغلي على نفسك وتعلمي الموضوع ده وفيدينا بيه. Within this time خلال ال3 سنين برضو كان في وبعدين طالعه في حته يعني. طب انا بشتغل
وبعدين بقى انا عايزه اكون جزء من المجتمع، عايزه اعمل حاجه يا جماعه، يعني في حاجه دايما كده واقفه جوايا يعني، وفي وبعدين دايما. قررت ان انا عايزه في منحه، الله يعني بسمع طول عمري بقى على البلاد اللي بره وبيعملوا حاجات كتير للمكفوفين ومش عارفه ايه، يعني اتس توتالي ديفرنت، وبره الناس بيفكروا بشكل مختلف، عايزه اعمل زيهم. بعدين قررت ان انا اقدم على المنحه، هسافر امريكا، يا لهوي اتجننتي يا بت. طبعا ده كان لسان حال يعني، كلام كتير قوي زي ما امينه كانت بتحكي كده، اللي هو يعني كمان يعني انت عايزه تسافري لوحدك، يعني نفس السؤال بقى بتاع زمان، هم المفتاحين عارفين يسلكوا بنفسهم، هنا لما تسلكي انت بره لوحدك. طبعا الكلام كان مرفوض تماما، بس انا قررت ان انا لازم اسافر. قررت عشان اثبت كذا حاجه، اولا لان دي فرصه ممكن ما تجيش تاني، تاني حاجه ان انا كنت عايزه اثبت ان انا اكتر من كائن كمبيوتر، مش انسان آلي قاعد على الكمبيوتر طول الوقت، انا بني ادم عايز اشوف الدنيا وبتاثر بيها واكون جزء منها. وفعلا يا جماعه سافرت ورحت امريكا ورحت جامعه نيويورك، اكبر واحده من اكبر جامعات العالم، عملت ماجستير في الماركتنج وتحديدا في التسويق الالكتروني او الديجيتال ماركتنج اللي انا كنت عايزه اعمله. المهم في وسط الرحله كان في برضه حاجات غريبه بتطلع، يعني ايه في دايما وبعدين قاعده برضه مستنياني. وانا في امريكا كان في مشكله قابلتني، انه رئيسه القسم قررت فروم نو وير، انا كنت اول حد كفيف يدخل الكليه عندها، وقررت انها مش عايزاني بعد تقريبا شهر من وجودي في المكان. ليه مش عايزاني؟ قالت لي ببساطه كده في الميتنج، قالت لي I'm sorry you may fail here, I think you should find another college or another school to join. And it's like what? What the hell? فعلا يعني الموضوع كان سوي جدا، انا طلعت من عندها يعني هي كانت سحباني على الاسانسير، ما اعرفش كانت مستني يعني لو عارف كانت ترميني في النار او حاجه. الست كنت انا بمثل لها حاجات كتير قوي وحشه، يعني انا كنت بالنسبه لها عربيه وكفيفه ومحجبه وحاجه يعني كوليكشن كده غريب جدا يعني. وذين ذس تايم بقى في عز الخناقات والزحمه دي كلها، جالي يعني اسف حدث في عمري كله حصل لي لحد دلوقتي، هو وفاه بابا الله يرحمه. جه عشان يكمل عليا بقى بمعنى الكلمه، يعني الماساه دي يا جماعه كان هو تقريبا، هو حبيبي كان عارف انه هي مضايقاني، ويقول لي طب هتعملي ايه يا بنتي، طب مش عارف ايه الكلام ده كله. كان الموضوع صراحه طف جدا، واضطريت ان انا اجي مصر. كل الناس برضو قعدت تقول بقى هي المره دي وبعدين هي هتكمل مش هتكمل. طب الكلام ده ممكن بعدها بثلاث شهور ولا حاجه بعد ما سافرت، والحقيقه كملت. كان جوايا رغبه ان انا اكمل حلمه اللي بداه معايا، ان انا ابقى حاجه كويسه. كان فرحان جدا وبنتي هتسافر امريكا وتتعلم و الى اخره، كان فرحان قوي. وكان عنده احساس، كان دايما يقول لهم لما يقولوا له الكلام اللي قلته لكم من شويه، ايوه انا هسيبها تشق طريقها عشان انا مش هعيش لها طول العمر. وكانه كان عارف ان هو ثلاث شهور بالظبط وفعلا هيسيبني لوحدي وهيمشي. كملت ورجعت تاني وقلت لهم، وبعدين بالنسبه لي كانت انا لازم اكمل ولازم انجح ولازم اثبت لهم واثبت له ان انا كنت اهل للمسؤوليه، وحتى اثبت للكليه هناك اللي على فكره مشيت ست رئيسه القسم وانا اللي قعدت في القسم، يعني الحقيقه. يعني المصري مفتري طول عمره قوي وجبار يعني مطرح ما يروح. ونجحت. وكان برضه في سؤال غريب جدا، وبعدين رجعت مصر في عز بقى الازمه قبل 30/6 وما اعقب وما قبل، يعني كل الناس بقى اللي كانوا بيعزوني، حبيبتي ايه اللي جابك في الوقت ده بس، يعني هو وصلي يعني بس لو انت يعني ايه انا كنت فين وبقيت فين ومش عارفه ايه والكلام ده كله. المهم انه بعد شويه بعد سنه حد من اصحابي كان شايف الستاتس على الفيسبوك كلها كئيبه، فصعبت عليه وقال لي هاتي
السي في بتاعتك واحاول اوديها له. يا جماعه يعني ازاي يعني واحده انا خريجه جامعه نيويورك ومعايا ماسترز وبعرف كمبيوتر وحاجات كتير مهمه وفي الاخر ما ينفعش؟ ازاي يعني ان انا ما اشتغلش؟ يعني لسه برضو يعني اروح وارجع ولسه نفس الافكار هي هي. المهم رحت فعلا وعملت كل الحاجات واشتغلت دلوقتي الحمد لله في احدى الشركات الكبرى يعني في مجال البروفيشنال سيرفيسز، والحمد لله ازم ان هم مبسوطين مني يعني ان شاء الله. حتى كان التشير بتاعنا بيقول يعني انه انا من اكتر الناس اللي عنده برودكتيفيتي. ساب عليا بقى في بعدين تانية انه انا بقى دوري بقى الدنيا اللي انا شفتها بره نفسي اشوفها هنا بشكل او باخر. فاي جويند واحده من المؤسسات اللي انا بعتز بيها جدا وانا اكتف ممبر معاهم، هم حلم فاونديشن، مؤسسه حلم لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الاعاقه، عشان نكمل مع بعض حلمنا بقى وحلمي اللي هو لازم اللي احنا بنشوفه بره يتطبق هنا في مصر بشكل من الاشكال. ودايما كان في سؤال جو تاني، وعايزه اقول لكم ان انا دلوقتي في كومفورت زون بعد ما الحمد لله بقى ليا دور في الكوميونتي وبروفيشنالي ماشيه كويس واكاديميكلي تهيالي حققت حاجات مش وحشه، وانا دلوقتي في مرحله طب وبعدين. ثانك يو.